صرنا نقول أن لما توجع واحد من المواطنين ثارت الحكومة كلها، وهذا اللي نبغاه، أن نحن مسؤولين عن المواطنين، ونريد يعني أي واحد تحت مستوى العيش الكريمة أن نرفعه إلى العيش الكريمة، ولا بد أن ندير بالنا عليهم ونطلعهم إلى أن يكون مثل الواحد يقول علمني الصيد ولا تعطيني سمكة، بس البدو يقولون ولا تعطيني أرنب. فهذا لابد أن نهتم بأولادهم ومستقبل أولادهم في أخير المدارس وأخير الجامعات، وحتى يعتمدوا على أنفسهم. فأنا يعني سعيد أن أدعي الأخ علي، لأن قصته سمعناها وثارتنا كلها، لأن يعني ما نريد حد يكون اليوم ينظلم أو إنسان في دولة الإمارات، أن الحكومة مستعدة كلها أن تثور في وجع واحد مواطن. وأنا سعيد بوجوده، ونريد الآن نسأل عن قصته، لأن لابد أن نصلح الأمور. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وذرة الدواجين وصحبه السبيل. بتابر لي عليه قال أمرك. أنا أول بسم الله الرحمن الرحيم إني سعيد بشوفتكم عند أهالينا وآبائنا، واللي شفنا منكم يعني كل خير الحمد لله رب العالمين. والدائم والله دائما احنا نشكر فيكم، مو مقصرين فينا، مغرقيننا من خير الله وخيركم الحمد لله. وانا حبيت اشكركم يا سيدي يا والد الشيخ محمد بن راشد المكتوم، الله يطول بعمرك ويحفظك يا رب، ويجعل لك الصحه والعافيه طول العمر، ذخر لهذا البلد ولهذا الشعب، ومن يعيش على هالارض الطيبه، ولمقام سيدي صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد المهيار رئيس الدوله حفظه الله، ولا سيدي مقام سيدي الشيخ محمد بن زايد النهيار ولي عهد ابو ظبي، اطال الله بعمركم ان شاء الله، كلكم ان شاء الله ما عليكم الا بيابوي.